خليني ابتدي مع حضراتكم كمان باهم اخبار الفريق بقى، خصوصا بعد المران الاخير النهارده، واخبار متعدده ومختلفه بخصوص النادي ككل. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ بيرتب رحله الامارات مع الجهاز الاداري من خلال التنسيق والتواصل الدائم ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والجهاز الاداري، وده امر طبيعي جدا في النادي الاهلي، ودايما بتنسق كل شيء قبل ميعاده بكتير عشان تبقى جاهز لكل الامور اللي ممكن تكون في سكتك. يعني بالمناسبه الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي هيسافروا زي ما احنا متعودين دايما قبل اي سفريه سواء جوه القاره او بره القاره، بيسافروا قبلها ب 24 ساعه عشان ينسقوا كل الامور اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي هناك في الامارات تحديدا في السفريه اللي جايه على طول، وده بخصوص طبعا المباراه المرتقبه مع فريق كبير جدا زي فريق نادي الزمالك يوم 20 من الشهر الجاري في السوبر، فبالتالي التنسيق كله بيتم بشكل جيد، وطبعا يرتبوا كل الامور اللي بتتعلق بفندق الاقامه الخاص بالفريق ووسائل التنقل وكل ما شابه ذلك. يعني كمان زي ما حضراتكم عارفين بيرأس البعثة بإذن الله تعالى المهندس خالد الدرندلي أمين الصندوق بتكليف من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وده خبر قلناه لكم امبارح. الرحلة إن شاء الله هتكون يوم 17 من الشهر الجاري، وقبلها قبل ما يتحركوا للمطار هيبقى في تمرين الصبح بإذن الله، ويواصلوا استعداداتهم على مدار يومين هناك، وبعد كده يلعبوا المباراة ويرجعوا لنا بإذن الله بإذن الله بالبطولة إن شاء الله. علي لطفي عاد للتدريبات الجماعيه النهارده بشكل طبيعي جدا، واحنا عارفين علي الفتره اللي فاتت كان عنده اجهاد في السمانه بالتحديد قبل مباراه الجيش، قبل مباراه طلائع الجيش، فدي بعدته عن قائمه الفريق، فبالتالي خلاص النهارده شارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي وكمان متواجد في قائمه الفريق لمباراه الغد. ده بالنسبه لعلي لطفي. بالنسبه لمحمد مجدي قفشه على مدار التدريبين ثلاثه اللي فاتوا كان عنده تدريبات استشفائيه وبرنامج استشفائي خاص به للتخلص من حاله الاجهاد العضلي، وخصوصا ان احنا عارفين ان قفشه من اكثر اللعيبه اللي لعبوا مع النادي الاهلي بشكل كبير، عدد دقائق كبير على مدار الموسم الحالي شارك فيهم قفشه، لكن هو خلاص شارك في التدريبات الجماعيه النهارده بشكل طبيعي جدا، وكمان ايضا متواجد في قائمه الفريق النهارده.